بالحاج، كيف تسمع كلام رئيس الجمهورية قيس سعيد، هل تفهم أنه فعلا تم التخلي عن اللجوء لصندوق النقد الدولي؟ هو بالفعل يعني مش جديدة، معناتها سمعنا السيد رئيس الجمهورية في العديد من الأحيان، وعندها توا مدة من اللي السيد رئيس الجمهورية أعرب عن معناتها رفضه لما يسمىها الإملاءات نتاع صندوق النقد الدولي. دونك إفكتيفمون يعني ما نعتقدش بأنه اتفاق مع صندوق النقد الدولي باش يحصل في الفترة القادمة. ناهيك وأنه الاتفاق المبدئي اللي صار في أكتوبر 2022 خليني نقول اللي ما عادش صالح، مدة صلوحية نتاعو فات، لأنه العديد من المعطيات تبدلت. فإذا كان نحب نحكيه على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أول خطوة هو إعادة النظر في الاتفاق المبدئي، لأنه كما قلت لك العديد من المعطيات تبدلت. فحالياً ما نجموش نحكيه على اتفاق مع صندوق النقد الدولي الحقيقة. وبالحق معناتها يلزمنا حلول بديلة معناتها تعبئة الموارد الخارجية اللازمة بالعملة الصعبة بالطبيعة. وهذا التحدي الكبير برشا اللي يواجه معناتها الحكومة قبل ما توفى سنة 2023. ولهنا هذا هو السؤال، كيفاش باش نغطيو النفقات هذه، نفقات الدولة، نحكيو لهنا خاصة بالنسبة للفلوس اللي مستحقينهم بالدوفيز بالعملة الصعبة اللي باش نخلصوا بها الديون، اللي باش نوردوا بها المواد الأساسية. شنو البدائل لهنا وشنو ما السيناريو المطروحين؟ شوف خليني نقول لك اللي كيما 2021 وكيما 2022 لن يتم تنفيذ ميزانية 2023، يعني النفقات اللي معناتها برمجت في إطار قانون المالية لسنة 2023 لن تنفذ. وهذا فهمني شو هذا واضح للي يقرأ شوية الأرقام. صحيح ما عندناش الأرقام الأخرانية، الأرقام المحينة، أرقام تنفيذ الميزانية لسنة لستة شهور الأولانيين تاع 2023 تبين لنا الفارق الكبير بين ما تم برمجته في العديد من العناوين الكبرى في وسط الميزانية وما تم تحقيقه. خلينا نأخذ لك مثال بسيط في الاقتراض معناتها الخارجي. احتياجات الدولة من القروض الخارجية قرابة 15 ألف مليار دينار. في ستة شهور الأولانيين تاع 2023 ما تحصلنا كان على 2.7 مليار دينار، يعني على 15 ألف مليار ما حصلنا كان 2700 مليار. بون سيفرين بعد جاء قرض السعودية وجاءت بعض القروض الخارجية أخرى، ولكن تبقى ديما هو شاسعة جدا بين ما غطيناش ل 15 مليار. أكيد هذا فهمناش، هذا أكيد ما نجموش نغطيوهم في ظل خليني نقول غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وهذا قلناه ملي شفنا أرقام مشروع الميزانية، وما نجموش نحقوه في ظل غياب تونس على الأسواق المالية العالمية. ونعرفوا علاش غياب تونس على الأسواق المالية العالمية، لأنه ما عندهاش الإمكانية كيفاش تقترض الفلوس من الأسواق المالية العالمية، لأنه الترقيم السيادي معناتها في الحضيض خليني نقول. عدم تنفيذ الميزانية شنو ينجر عنده، شنو ما لي كونسيكونس نتاعو ألم بالحاج؟ والله شوف بالطبيعة هذه دولة، معناتها إذا كان دولة غير قادرة على تطبيق الميزانية نتاعها فهي خيبة المسعى. الكونسيكونس هو أنه فمنش معناتها النفقات اللي صحيح نفقات التأجير، النفقات العادية نتاع ممكن وسائل المصالح، هذوما كل كان نجموا نبذوهم، ولكن اللي يخوف هو نفقات معناتها الاستثمار ونفقات التدخلات. خليني نقول لك اللي فما مشاكل كبيرة، كي نحكي على نفقات التدخلات نحكي لهنا جزء منه ماشي للدعم. فكي نشوف أنا الأرقام الأخرى نتاع تنفيذ الميزانية لسنة 2023 الستة شهور الأولانيين، وإحنا نستناه توا في الأرقام القديمة، انت تصور على 17.2 مليار دينار ما تحقق كان 14.4 مليار دينار، يعني على اكثر من 17 ألف مليار باش تصرفهم الدوله، وهذوما كلهم تعهدات، ما صرفت كان 4600 مليار. ولهنا فهمنيش الحقيقه تطرح مشاكل في
قدرة الدولة على يعني الإيفاء بتعهداتها. وقت اللي نحكيه على إيفاء الدولة بتعهداتها نحكيه على معناتها خاصة المزودين اللي تتعامل معهم الدولة، والنجم نحكيه حتى معناتها على خلاص معناتها الواردات من المواد الاستراتيجية. وهذه الإشكالية الحقيقية، لأنه وقت اللي نشوفوا رابور نتاع فيتش الأخراني فيه بعض الأرقام الإيجابية اللي تحكي على ممكن نقص في العجز نتاع ميزانية الدولة مداخيل السياحة، هذا هو معناتها هذا كل مداخيل السياحة وعمان والعمال معناتها اللي موجودين بالخارج وتحسن معناتها الصادرات، هذا كله شيء إيجابي. ولكن في نفس الوقت هذا ما يدخلش في ميزانية الدولة، يعني فمنش ميزانية الدولة عندك مصاريف وعندك نفقات، يعني يلزمك تكون قادر على تعبئة الموارد اللازمة لخلاص المصاريف أو النفقات اللازمة. كما قلت لك يعني التحسن هذا الظاهري في أرقام الميزانية العمومية راهو فمني شيء، تحسن يخفي العديد من الأشياء السلبية كما قلت لك. والشيء السلبي ممكن اللي يخوف هو خلاص مستحقات الناس من 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 مزودين من الناس اللي تستحق الدعم. فأنا نقول بأنه أرقام الميزانية العمومية في الظاهر فما تحسن، ولكن في الباطن الحقيقة فمنش الأمور ما زالت تتقلق، وفما إشكالية وفما خليني نقول أزمة حقيقية في المالية العمومية. أزمة حقيقية فيها حلول وإلا ما فيهش؟ أكيد الحلول فمنش ما بتبيعها موجودة، وكما قلت لك معناتها أول ما شفنا الأرقام نتاع ميزانية أو مشروع ميزانية 2023 قلنا راهو ضرورة حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي راهو شيء راهو ضروري. قلنا صندوق النقد الدولي راهو شر سيفري، ولكن لابد منه، لانه فمنش الاحتياجات كبيره، ولانه الفرق بين النفقات وبين المصاريف وخاصه احتياجات تونس من العمله الصعبه، او كان جات احتياجاتنا بالدينار التونسي ما عندناش مشكله. عندنا فمنش عندنا القروض الرقاعيه، عندنا فمنش القطاع البنكي، وعندنا حتى ممكن فمنش إمكانية اللجوء إلى البنك المركزي، ولكن احنا احتياجاتنا واللي قلق هو احتياجاتنا الكبيرة من العملة الصعبة. صحيح ثم تحسن في السياحة، ثم تحسن كما قلت في الصادرات، ثم التونسيين المقيمين بالخارج اللي قاعدين قائمين بالواجب، هذا كله إيجابي جميل، ولكن هذا ما يكفيش، لأنه هذه ميزانية الدولة اللي تحتاج قروض خارجية ب 15 ألف مليار من العملة الصعبة. احنا فمنش ما نجمناش نعبيه هل القروض هذوما. دونك انا نقول بأنه ضرورة إعادة النظر في الاتفاق المبدئي والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ببرنامج جدي، بطبيعة برنامج جدي يعني بإصلاحات تونسية. صندوق النقد الدولي كما قلت في العديد من الأحيان ما هوش فنشي غول كبير بشكل الدولة التونسية وبشكل الدول اللي تتعامل معاه. إذا كان فما ناس جديين، فما أرقام جدية، فما ملفات مدروسة، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يتم، ثم نتعداو بالحق معناتها لتعبئة الموارد اللازمة، وهذا بشي سهل. إذا كان وصلنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عملية تعبئة الموارد باش تسهل، ما نقولش هي سهلة، ولكن باش تسهل نسبيا، ثم نجمه بالحق معناتها نمر إلى الإصلاحات الضرورية اللي يحتاجها اقتصادنا واللي باش تخلينا نخرج من الأزمة اللي نعيشه فيها. واضح. شكرا لك أستاذ، الأستاذ في الاقتصاد والخبير الاقتصادي أرام بالحاج، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به الحوار. نجم تعودوا تشوفوا تسمعوا على الباج أوفيسيال متاعنا شمس فام، باج أوفيسيال على فيسبوك، 5:25 تحية لكل من خلات يسمع في شمس ماغ. طريق السلامة للجميع. نواصلوا نحن مع الموسيقى، نخليكم توت سويت مع رامي عياش، يا مسهر عيني، مرحبا بكم الناس الكل.